السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. وزير العمل يشيد بالمساهمات التطوعية لأبناء مملكة البحرين المخلصين. عودة نشاط الصالونات ومحلات الحلاقة اليوم الأربعاء. الإعلان عن نتائج الشهادات العامة نهاية شهر يونيو المقبل. أهلا بكم من جديد. أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان بجهود المتطوعين على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، مثمنا دورهم المميز في خدمة المجتمع عبر الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الرسمية والأهلية، سواء كانوا منضويين تحت لواء منظمات مجتمع مدني أو أفراد مستقلين بذاتهم، مشيرا إلى ما قدمهم من دعم لجهود مملكة البحرين وخاصة في الأونة الأخيرة ضمن الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد حمدان أن هذا السلوك الوطني والإنساني ليس بجديد على أبناء البحرين أو المقيمين فيها، حيث لهم مواقف مشرفة دوما سجلوها على مدى سنوات طويلة، معتبرا أن ما قدموه في المرحلة الراهنة تجربة ثرية للعمل التطوعي وتؤكد تكاتف المجتمع البحريني وتماسكه. تفتح الصالونات ومحلات الحلاقة اليوم الأربعاء أبوابها مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذا لتعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هذا وتشمل الاشتراطات الصحية على تنظيم المواعيد والسماح للعملاء بدخول بموعد فقط وإغلاق مناطق الانتظار مع ضرورة ترك مسافة مترين بين الزبائن، بالإضافة إلى تقليل مجموع العاملين قدر المستطاع والتعقيم المستمر مع وجوب لبس الأقنعة والقفازات والمرايل القابلة للرمي لجميع العاملين في الصالونات ومحلات الحلاقة وضرورة لبس القفازات والأقنعة للعملاء إلا حين إجرائهم خدمة تقتضي نزعها ومنع تقديم الطعام والشراب. قامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية في عيد الفطر المبارك بتسجيل 154 مخالفة بحق مخالفي ارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة وتنفيذ مجموعة من الحملات التطوعية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. وتم فض تجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة والمنتزهات والسواحل والأسواق، وتم توجيه وإرشاد المواطنين والمقيمين باختصار تجمعات العيد العائلية على الأسرة الصغيرة التي تقيم في نفس المسكن والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ويأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الأمنية الصادرة من رئاسة الأمن العام فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز الالتزام والوقاية من الفيروس. كشفت الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الأستاذة أحلام العامر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، موضحة أنه من المتوقع إعلان نتائج الطلبة في صفوف النقد العادية منتصف الشهر المقبل. وحول تفاصيل هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أحلام العامر الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم. مساء الخير أستاذة أحلام، بداية بحكم الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في مملكة البحرين، كيف استطاعت وزارة التربية والتعليم تقييم الطلبة في مرحلة التعليم عن بعد؟ نعم، أمسي عليك أختي دلال وعلى سائر المشاهدين
ويطيب لي أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المباركة، عاده الله على مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات. طبعا بالنسبة حق الوضع الاستثنائي اللي مرينا فيه واللي يمر في العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، تباينت القرارات والإجراءات اللي اتخذتها الدول فيما يتعلق بالتعليم. وطبعا هي في مملكة البحرين وبكل فخر فإن وزارة التربية والتعليم نجحت في اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات بحيث أن احنا نقوم بعملية اللي هي تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. فمنذ تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة عملنا طبعا وبتوجيهات من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على تحقيق هدف استدامة التعلم كأولوية، وأيضا على استمرار العملية التعليمية بتفعيل كافة المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية واليوتيوب. طبعا تأتي عملية التقييم على اعتبار أنها جزء أصل من أجزاء العملية التعليمية التعلمية. نعم. وأولتها الوزارة الأهمية بحيث أنها تم اللي هو تنفيذ منهجية للتقييم ترتكز على تقييم مرحلي للطالب باعتماد ملف الطالب، وهذا الملف يشتمل على أساليب وأدوات تقويم مثل اللي هي الملاحظة المنظمة، مثل اللي هي التطبيقات اللي تم اللي هو يعني تحديدها للطالب بحيث أنها تم جدولتها بصورة موحدة بين جميع مدارس المرحلة التعليمية. نعم. وأما الطلبة اللي هم طبعا الصفين الثاني والثالث الثانوي طلب منهم أيضا تقديم من كل طالب تقديم مشروع واحد في مساقات التخصص. نعم. اعتمدنا ملف الطالب كمنهجية للتقييم، وأيضا حددنا اللي هي المراحل التقييمية، وتم اللي هو طبعا إرسال العديد من التعليمات والإرشادات للمدارس بحيث أن جميع الأطراف المعنية سواء كانت الإدارة المدرسية، المعلمين، الطلبة، أولياء الأمور على دراية وعلى علم بكل اللي هي تفاصيل هذه التقييمات اللي مطلوبة من جميع الطلبة. نعم. بالنسبة طبعا حق طلباتنا حرصنا على أن احنا نقيم ما تم إتقانه من الكفايات واللي هو جوهر المنهج اللي مطلوب بحيث أنه يستطيع الطالب في بعد الانتهاء من طبعا دراسة الصف الدراسي الحالي أنه يكون قادر على الانتقال إلى المستوى أو الصف الدراسي الأعلى حسب طبعا الصفوف أو اللي هي طبعا المراحل الدراسية. نعم. طيب مواعيد لتقديم هذه التطبيقات، ويمكن آخر موعد لتقديم هذه التطبيقات بيكون إن شاء الله غدا اللي هو تاريخ 28/5، وأيضا لتسليم المشاريع التعليمية من قبل الطلبة. نعم. أستاذة أحلام، ما مدى استجابة المعلمين في سرعة إنجاز أو إحصاء درجات الفصل الدراسي الحالي؟ طبعا المعلمين يعني نفتخر بما قدموه خلال الفترة أو خلال هذه الأزمة، إنجازاتهم صراحة مشهودة سواء على صعيد إنتاج المواد التعليمية الرقمية أو من خلال قيادتهم للصفوف المركزية الافتراضية، من خلال التواصل اليومي لجميع الطلبة بما فيهم طلبات اللي هم التربية الخاصة بشكل يعني حثيث ويومي وتواصل مستمر. نعم. أيضا لم يتهاونوا في عملية الاستمرار عملية التقييم كتقييم مطلوب من الطالب أنه ينهي مجموعة من التطبيقات. عندنا أيضا الملاحظة المنظمة على اعتبار أن الطالب درس لمدة شهر من هذا الفصل داخل المدارس على مقاعد الدراسة. وأيضا بالنسبة حق المشاريع فجميع المعلمين حاليا طبعا خاضعين لعملية اللي هو طبعا عملية التصحيح وعملية التقييم، والعملية لا تنتهي عن فقط تقييم ورصد المعلم. نعم. أود أني أنا أوضح للسادة المشاهدين أن عملية التصحيح والرصد والمراجعة لا تتوقف عند اللي هو المعلم فقط، إنما تمر بمراحل. فمثلا إحنا يعني طبعا أجرينا تعديلات أو تغييرات خلينا نقول على منهجية التقييم بحيث أنها هي تتلائم وتتوائم مع التعلم عن بعد. فمن ضمن الإجراءات اللي أيضا اتخذت الوزارة من خلال فريق مختص في قطاع التخطيط والمعلومات قاموا بعملية إنشاء شاشات جديدة على البرامج اللي هي طبعا الإلكترونية اللي نستخدمها في عملية رصد الدرجات وتحليلها والتدقيق عليها وإصدار التقارير فيما بعد. نعم. أيضا من خلال أيضا عملية الرصد بعد ما يتم رصد اللي هو الدرجة من قبل المعلم، فإن هذه العملية تمر بخط خلينا نقول من المراجعة والتمحيص والتدقيق، يبدأ من المعلم ثم المعلمين داخل القسم في المدرسة الوحدة ثم من قبل المعلم الأول فالإدارة المدرسية، ثم أيضا يتم تحويلها إلى مراكز تصحيح تعمل عملية اللي هي على مراجعة وتدقيق وتمحيص اللي هو وتقدير الدرجات
وتم رفضها في اللي هي طبعا نظام الإدارة المركزي وهو نظام إلكتروني بشكل مركزي، وأيضا يتم مراجعتها من خلال الإدارة التعليمية في وزارة التربية والتعليم. نعم. هناك فرق من قبل قطاع التعليم وقطاع المناهج يقوم بعمليات اللي هي طبعا التدقيق وترخيص هذه الدرجات لضمان مصداقيتها ودقتها، بحيث أنه ما ينتهي العام الدراسي واللي احنا ان شاء الله على وشك الانتهاء منه الا تكون كل الامور تمت مثل ما يقولون بمعايير وبأفضل اللي هي السبل اللي نضمن فيها حق الطالب، ضمننا حق الطالب في تعلمه وايضا نضمن حق الطالب في تقييمه وحصوله على ما يستحقه من درجات ومعدل، بحيث ان تكون الشهادات ان شاء الله بكفاءة عالية. شهادات في مملكة البحرين قادر أن الطالب عقب ما يتخرج إن شاء الله، خصوصا طلبة الصف الثاني عشر أو الصف الثالث الثانوي، قادرين على أنهم يواصلون دراستهم في أي جامعة من الجامعات أو حتى جامعاتنا المحلية والخاصة في مملكة البحرين. نعم الأستاذ أحلام العامر الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، شكرا لك. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. بلدية المنطقة الجنوبية تدشن خدمة البلدية عن بابكم لاستكمال المعاملات إلكترونيا. أشارت إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عملها في تحديد الكثير من بوانيش صيد الروبيان بختم شؤون البلدية، تبيانا لشراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن يرغب منهم في ذلك. وسبق هذه اللجنة المعنية بالبحر أن حددت مقدار مستحقات الصيادين، ووصلت عملها منذ إصدار قرار مجلس الوزراء الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك، أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم. وبحسب ثروة البحرية في مارس العام الجاري أن هناك أكثر من 93% من إجمالي صيادي الروبيان انتفعوا من قرار مجلس الوزراء في شراء أصول الصيد. قامت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بتدشين خدمة البلدية عن بابكم لإنجاز المعاملات إلكترونيا، وذلك من منطلق اهتمامها بتوفير كافة الخدمات الإلكترونية المتطورة لمواطنيها والمقيمين. بهدف إيصال الخدمات البلدية إلى الفئات التي تحتاج إلى عناية مثل كبار السن وذوي العزيمة والمرضى والحوامل وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط، طبقت بلدية المنطقة الجنوبية تجربة فريدة من نوعها والأولى على مستوى المملكة، وهي البلدية عند بابكم. المبادرة عبارة عن توصيل الخدمات البلدية لباب طالب الخدمة، وطبعا في فئة مستهدفة، الفئة بتكون كبار السن والعاجزين عن الحضور للبلدية، وأيضا بتكون لفئة من النساء اللي هم المطلقات والأرامل باعتبار أنهم بيكونون في منازلهم ويصعب عليهم الخروج من المنازل، فيكون توصيل الخدمة لهم، وأيضا لأصحاب الهمم اللي عاجزين عن الوصول للبلدية. يتم إنجاز المعاملات عن طريق مركبة مجهزة بالكامل تحتوي على جهاز كمبيوتر مرتبطاً بأنظمة البلدية، وبها موظف شامل على اطلاع وإلمام بجميع الخدمات المقدمة. كما تم تزويد المركبة باستمارات رسمية تساعد المراجعين بملء البيانات المطلوبة منهم للحصول على الخدمة، إذ تتم هذه الخدمة أمام بيت طالب الخدمة دون تحميله أي مجهود. المبادرة هذه إن شاء الله حاليا في المرحلة المبدئية راح تحوي 16 نوع من الرخص أو من الخدمات، منها ترخيص البناء، الإضافات البسيطة والترميم والتحويط وشهادة المعلومات، وبتكون فيها شهادة العناوين، توصيل أكياس النظافة كرمكم الله، هالنوع من الخدمات. إجراءاتها إن شاء الله بتكون سهلة ومبسطة جدا، تكفي اتصال واحد من هذه الفئة المستحقة، اتصال واحد منهم على أرقام البلدية أو حتى على واتساب بزنس البلدية أو أي وسيلة تواصل اجتماعي وغيرها.
بدأت البلدية في مشروعها هذا بتقديم 16 خدمة يحتاجها المراجعون، مثل خدمات الإضافة البسيطة لبعض تراخيص البناء لأقل من 50 مترا، وبعض تراخيص الخدمات والعناوين، وتوصيل الإفادات والشهادات، وتقديم الزوايا وإشغالات الطريق، ومتابعة المخالفات واستلام الشكاوى. والله الخدمة ذي زين، الله يجزيكم ألف خير. الخدمة ذي يعني جيدة، أن يأتون للموقع حق أنه بعد مسنين كبار ما يقدرون يجون ولا شيء، يجون من تم، ما قصرت البلدية الجنوبية، والله يجزيكم ألف خير. تعتبر خدمة البلدية عند بابكم انطلاقة مهنية توفر على المراجعين الذهاب إلى مباني البلدية، كما أنها تسهل الإجراءات والمعاملات في ظل التحول الرقمي والتوجه العام والحديث في تطبيق المعاملات الإلكترونية، اختصارا للوقت والجهد. ساهمت خدمة البلدية عند بابكم والتي أطلقتها بلدية المنطقة الجنوبية بضمان استمرارية هذه الخدمات للفئات المستحقة، توفيرا للوقت والجهد والعناء. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. حذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من رسائل احتيالية تطلب تحديث المعلومات البنكية للأفراد من خلال الدخول على أحد الروابط الإلكترونية. وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل هي عمليات احتيالية القصد منها اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن البنوك لا تطلب أي معلومات أو كلمات سر عبر الرسائل النصية، داعية إلى عدم التعامل مع تلك الرسائل والقيام بمسحها حال استلامها. كما يمكن الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة عن الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة. وإلى الطقس، محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.